السلام عليكم. اليوم شي واحد ندير فاسيه ان شاء الله، غادي تقدم لكم واحد البلاطو ديال المولحات اللي غادي يكونوا بسط ساهلين. هنا عندي بالنسبه لهنايا عندي الصوص ديال البيتزا. هاد لاصوص بيتزا انا درت لها ماطيشه ودرت لها مطحونه، وكذلك درت لها شويه الفلفل الحمراء والابزار والزعتر والثومه وشويه ديال الهريسه والملح وزيت البلديه. صافي هذا هما والزعتر صافي. بالنسبه غادي نحتاجو كذلك هنايا الجبن موتزاريلا، وعندي هنايا قزبر ومعنس، وهنا عندي بياض البيض اللي عندي انا شايط ليا وكنخبعو في المجمد. ولا حتى انا غادي نوريكم الفكره اللي غادي ندير به باش نقدر نستغلو. هنا عندي هنايا الكاشير ولا موتزاريلا مورتاريلا اللي اي نوعيه ديال الكاشير اللي كتفضلوا. هنا عندي واحد المكعبات ديال ولا اشريحه ديال الدجاج الابيض. عندي كذلك مكعبات ديال الجبن لاي نوعيه كيفاش كاينت. هذه بالنسبه لهاد العطريه، هاد الحشوه هذه غادي نحط لكم الرابط اسفل الفيديو. فيتيه هي قدمتها لكم، اختصرت الوقت وصوبتها. صافي هنايا راه غادي هذه كتتدار في جميع الانواع ديال المملحات، سواء البريوات سواء المسمن سواء اي حاجه. غادي نحط لكم الطريقه، راني انا خدمتها في لومبيا اللي هي القنينطه ديال السيجار مقليين. هنا العجين اللي غادي تشوفوا الطريقه ديالو من بعد ما غادي نسالي انا الهضره ديال نشرح ديال هذا الشيء. عندي هنا فلافل وهنا عندي البصله، وكذلك عندي هنايا الزيت اللي غادي نحتاجه. دابا اول حاجه ان شاء الله غادي نبداو بها، غادي نبداو بالطريقه ديال نطيبوا هاد الدجاج اللي غنشحروه اللي غادي نحتاجو مع هادو اللي غادي نخدمهم في البيتزا. هادو غادي نخدموهم ان شاء الله في بريوات اللي غادي يكونوا مثلثين. هذا العجين اللي غادي نحتاجو فيه ان شاء الله اللي غادي نديرو سيجار طويل اللي غادي نقطعوه ان شاء الله وغادي نديرو به مع هاد الحشوه هذا. دابا غادي تتبعوا الطريقه معايا من الاول حتى الاخير، ونخليكم تشوفوا الفيديو العجين ديال المسمن كيفاش درت له. بالنسبه للعجين غادي ناخذو هنايا تقريبا خديت واحد ربعة الكيسان ديال الدقيق، يعني ما عامرينش بزاف. هنايا غادي نضيف واحد شويه ديال الماء، نص كاس الماء. غادي نضيف فيه معلقه صغيره عامره ديال الخميره الفوريه، هذه راه عندي صغيره كاع بزاف، يعني تقريبا واحد المعلقات اللي كيكونوا كبيبرين من الصغار هي هذيك. غادي نديرها هنايا، غادي ندير معاها كذلك واحد المعلقه ديال السكر حبيبات هي صغيره هنايا باش كيتفاعل لينا هذا. وهنايا غادي ندير الملح اللي كتشوفوه هنايا، دايره انا واحد القبيصه ديال الملح، شويه ديال الملح لا بالدقس انا ملحو، لان باش تجينا العجين ديالنا لذيذه وزوينه. هنا عندي الدقيق الابيض العادي الممتاز ولا اللي كتستعملوه عارفين وجوده مزيانه. هنا كي قلناها وماذا الخميره دغيا كتفاعل مع داك السكر شي شويه. وغادي نضيفو هنايا واحد معلقه كبيره ديال الخل. صافي هذا هو العجين ديالنا اللي كنديرو. صافي هنا من بعد ما تفاعلت ليا الخميره عندنا الخل والملح والدقيق وهذايا الخميره اللي غادي نعجنو بها، وغادي نجمعو بالماء بارد، دائما الماء بارد. نزيد الماء حتى بحال اللي كنقولوا كنعجنوا العجينه المسمن. صافي انا غادي نجمعها ان شاء الله وغادي ندلكها مزيان، وغادي تشوفوها بحال الطريقه اللي شفتوها قدامكم. صافي هنا بعد ما دلكتها مزيان هانتوما شفتو، غادي نقلط واحد شي شويه الزيت وندهنها، وغادي نديرها في بلاستيك الغذائي غادي ترتاح لينا. هنا اول حاجه غادي نبدا بها غادي ندير زويته شويه، غادي نخليها كتسخن. هنا غادي نضيف هذاك الدجاج، غادي ندير له غير الملحه والابزار كافي، ما غاديش نزيدو حتى شي حاجه اخرى.
غادي نضيف كذلك بيتزا وغادي نحرك. غادي يطيب لنا واحد جوج دقائق هكا كيكون واجد. هذه هي بالنسبة لي غادي نخدم في البيتزا. صافي هنايا طاب ليا، غادي نهز عليه وغادي نردو الجبانة ديالو وغادي نبدا نصوب البيض اللي قلت لكم عليه. هنا غادي نرد المقلة نفسها اللي غادي نصوب بها. هنا عندي هاد بياض البيض اللي كتشوفوه قدامكم، غادي نضيف له الملحة وغادي نضيف له كذلك الابزار. بغيتو تزيدو معاه الا كان عندكم شي بيضة اخرى زيدوها، بغيتو تكتفيو بهذا الشيء كامل صافي. هنا غادي نجيب فرشيطة اولا شي طراب اللي غادي نطرب به، غادي نخلط. غادي نمشيو المقله، نفس المقله اللي طيبت فيها الدجاج ماشي مشكل. غادي ندير فيها قطره ديال الزيت، غادي تسخن حتى هي كذلك. غادي نخوي فيها داك البيض، غادي نقص عليه شي شويه وغادي نغطي عليه باش يطيب ليا ضيا. غادي نحاول انني نبقى نكحزو هكذا ونحل هنا باش يبقى كيهبط داك البيض يطيب. صافي حتى كيطيب ليا بحال هاد الشكل هكا ونهزو. غادي ناخذ هاد الكاشير غادي نضيفو هنا، كذلك غادي نضيف موتزاريلا. كذلك غادي نضيف هذاك القزبر ومعدنوس، وغادي نجيب هذا الجبن هذا اللي انا غادي نقطعو هكذا طريفات شي جوج حبيبات ولا ثلاثه. هنا غادي نقبض هذاك البيض اللي هانتوما شفتو، غادي نحاول انني نفرتو وغادي نضيفو حتى هو هنا. هنا كنحطو على واحد الخلطة اللي كتكون زوينة بنينة هكا. بالنسبه للورقه ديال العجين غادي نحطها لكم اللي ما عندوش باش يضربها، غادي نحط لكم البلديه ونحط لكم اللي كتضرب جديده بطريقه جديده. هانتوما شفتوا كشوه زوينه جات بزاف، غادي نقربها لكم نتوما شفتوا. دابا غادي نخلي هادشي هذا وغادي ندوزو باش نطلقو هاد العجين هذا اللي غادي نبداو فيه. وبالنسبه للعجين ديال البيتزا غادي تلقاوه في صندوق الوصف اسفل الفيديو اللي غادي نصوب به الطريقه قدامكم. رجعت لكم باش نقول لكم يمكن لكم ديروا شي شويه ديال الهريسه هكا السودانيه كتجي زوينه كتبنن، هي شي شويه كتبنن.
غادي تلاحظوها، غادي تجربوها وغادي تعجبكم. اي حاجه فيها هادشي ديال الحرور ضروري، واللي ما باكي يتعيب ما باغاش الحرور يتفاداه. صافي هذه الحشوه ديالي هي واجده. صافي هنايا العجين اللي شفتو قدامكم قدام الحشوه اللي صوبنا كاملين، غادي نقطو غادي نقسمو هكذا باش يجيوني صغار بنفس الطريقه اللي كنت عاد تكون درتها لكم بحال هكا. غادي نديرهم كويرات يكونوا متساويين. دابا هنا غادي نقبط من بعد ما ارتاحت ليا هذه، غادي نديرها على شكل بحال مسمنه، غادي نسرحها كامله باش ما نطولش عليكم، غادي نسرحها ونرجع لكم. غادي نخليها ترتاح وغادي نطلق بحالها واحده اخرى. صافي هنا من بعد ما طلقتها هانتوما شفتوا، غادي نقبض هذاك الطرف اللي طويت من الوجه غادي نديرو من التحت بحال هكذا بنفس الطريقه. غادي ندير كذلك حتى الثانيه، غادي غنخليها صافي هذه وجدات. بنفس الثانيه غادي ندير هاد الجوج هادو اللي بقاولي ونرجع لكم ان شاء الله. غادي نطلق العجين ديال الكيك غادي نطلق العجين ديال البيتزا. اللي غادي تلقاو اي بيتزا حطيتها لكم مكموله راكم غادي تلقاو الطريقه ديال العجين ديالها. غادي نرص السميده، ضروري باستعمال السميده، السميده كتجي زوينه في غادي نجيب واحد الطبسيل اللي غادي نحط فيه. صافي هنا غادي نبدا كنقطع دوائر بحال اللي كتشوفوا هكذا، وغادي نهز الدائره هكا ونحطها في الطبسيل اللي غادي يدخل الفرن. صافي هنايا درتهم في هذا البلاطو اللي قلت لكم عليه. غادي ندير دابا لاصوص، لاصوص اللي حطيت لكم القوام ديالها شنو درت فيها. غادي نخلطها، غادي نضيف هنا. غادي نجيب الفلفله والموتزاريلا اللي شفتهم قدامكم، غادي نبقى كنهز الفليفلات بحال هذا الشكل هكا، يكونوا مقطعين رقاق بحال اللي كتشوفوا هكذا. يعني نحطوهم عشوائيا ماشي ضروري خصنا نستفو. دابا غادي ندير شويه ديال الفليفلات شي جويجات هكذا،
غادي نضيف الدجاج طريفات هما كذلك. غادي نحط الجبن موتزاريلا كامل صافي. غادي ندخلهم للفرن باش غادي يطيبوا لينا. هادي نسيت ما درتش فيهم. الحراره ديال الفرن تكون 200 ماشي مجهده، ونخليهم حتى كيطيبوا لينا. صافي هنا من بعد ما طلقات ليا هذيك المسمنه غادي نطلقها ونرجع لكم. ها هي اللي طلقتها على مستطيله. غادي نقبض الحشوه اللي عندي وغادي نديرها على الطول هكذا. صافي كنقطعهم هكذا على هذا الشكل. غادي ندير لهم الجبن المثلث على هذا الشكل. بحال هكا غادي نلوي على هذا الشكل هكذا. كل وحده غادي ندير فيها جوج ديال الحشوات بحال هكذا، وغادي نقطع نديريها في هنا في الصينيه ديال الفران. غادي نصوب بنفس الطريقه حتى هذه، وغادي نرجع لكم ان شاء الله. غادي ناخذ هنا بيضه او صفار بيضه اللي بغيتو. غادي نحركو وندير له قطيره ديال الحليب، وغادي ندهن به الخليط ديالي. راني درت الحليب، هنا غادي نجيب الصينيه. هذه الخليط ديالي، العجين ديالي اللي صوبت والخليط كذلك. غادي ندهن به هاد البول ديال الحشوة اللي درنا ديال المسمن. غادي نرفيو عليهم شوية ديال الزنجلان اختياري، اولا حبة سوداء اولا البافو، نتوما اللي بغيتو. هنا غادي نقبض، غادي نرشم هاد نقطعهم في مرة. اولا بسكين نقطعوه، وغادي نرشو الزنجلان. هنا غادي ندير الزنجلان وغادي ندخلهم للفرن يتحمروا لينا، وندوزو نلويو هادو البريوات ولا القنينطات ديالنا بحسب اللي بغينا. كيعجبني انا الزنجلان. دابا هنايا غادي ناخذ الحشوه مع الورقه اللي انا عندي، غادي نقطعها غادي ندير هكذا نهز حفينه، غادي ندير هكا، غادي نديرهم مثلثات بحال هذا الشكل هكا يكونوا كبيبرين. من بعد هنا بعد ما لويتها غادي نقبض بحال هذا الشكل هكا، وغادي ندخل الخليط
هنا بحال هذا الشكل، ما شدوش على يدي راه مش غلطنين. وغادي تمسك لينا كنحصلوا على هذا المثلث هذا. غادي نزيد لكم واحده اخرى قدامكم، غادي ناخذ الحشوه بغيتو تنقصوا منها من الجنيبات نقصوا، ما ديروهمش هكذا، يمكن لكم تنقصوا هكا وكنديروا الحشوه هكا، من بعد كنجيبوا هذا الراس من هنا وكندخلوا. يمكن لكم الا حسيتوا بها شي جنيب ما واصلش يمكن لكم تقدوه بيديكم اولا بالمقص. انا هادو غادي نقليهم في الفريتوز بحال هاد الشكل. انا غنكملهم ان شاء الله ونرجعوا نتلاقاو مع الشكل النهائي ديالهم. صافي هنايا من بعد ما كملت القلينطات ديالي غادي نديرهم يتقلاو. اولا بريوات هكذا هنا من بعد ما خرجتهم في الفران راني كنقسمهم على طريفات باش كتجي الحشوه هكذا. يلا فكيتهم من بعضياتهم، دابا غادي نحطهم في طبق التقديم. صافي هذا هو الشكل النهائي ديال المملحات ديالنا اللي درنا هذا النهار بالنسبه هذا الافطار اللي قدمت اليوم وجوجت ان شاء الله للصيام مع شوربه سخينه اللي غادي نوريها لكم تشهيكم فيها الله يتقبل الجميع. المهم كنتمنى ان لا فيديو يعجبكم ان شاء الله. هادو لومبيا ولا البريوات اللي عمرتهم بالكاشير، وهادو خلاص اللي شفتوني لويتهم ديال مورا العجين ديال المسمن، وهادو بيتزات اللي كنتمنى ان ان شاء الله يروقوكم ويعجبكم ان شاء الله. وغادي نوريكم الشوربه اللي صوبت، هي هذه الشوربه اللي صوبت خفيفه، رجلي ما تيبغاش حمراء تنديرها له غير بحال هذا اللون هكا. كنتمنى ان يعجبكم الفيديو، دمتم في رعايه الله.